مساء الفل ازي حضرتك؟ نورنا. سعيد بتواجدي مع حضرتك وشكرا على كلامك الكبير ده. لا منو تستاهل. خلي بالك محمود ده الطبيعي يعني اعتقد ده طموح انه الواحد بيشتغل مساعد بعدين يزيد خطوه بعدين عايز يبقى مدير فني وكل المدربين بداوا كده يعني ده طموح وطموح موجود وبنشتغل عشانه ان شاء الله يعني واخدين الامور خطوه خطوه بنستفيد وبنتعلم من كباتننا والناس اللي بنشتغل معاهم ان شاء الله قريب ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. التكرار المدارس في بيراميدز من اكتر الانديه اللي جالها مدربين وانت اشتغلت مع معظمهم تقريبا يعني كلهم مع من البدايه مش كده؟ لا اول سنه يعني اروى برينا موجود. اروى برينا كنت موجود معاه انت وكابتن عبد العزيز عبد الشافي جالنا 10 ايام او اسبوعين. اروى برينا تاكس كابتن ايهاب دلوقتي. التكرار ده فرق معاك يعني ادالك خبرات حسيت انه لا انا داخل على سكه تانية خبراتي بتزيد قوي الموضوع ده كابتن شوبير لو انت بتتمناه ما كانش هيحصل يا سلام انه يحصل بيوفر لك مثلا 7 سنين في المجال بتاعك صحيح انك يعني تشتغل مع مدارس مختلفه ومدارس اسماء كبيره كلهم كل المدربين دول كبار حتى قبل لما جانا قعدت معاه وكابتن ايهاب مدرسه الواحد يحب انه كان يتعلم منها ويشوف صحيح كابتن ايهاب عامل ازاي فالحاجات دي كلها بتوفر لك وقت وبتزيدك خبرات طالما عندك طموح انك تبقى رجل اول في يوم من الايام في ناس تقول انا كده مبسوط قوي انا كده مرتاح قوي يعني انا قاعد وبقبض وبناخد مكافئات والدنيا 100 فل و14 اخد ريسك ليه واطلع ادرب ليه ما خليني موجود كده ومتداري وتحصل مشاكل او نتائج وحشه المدرب بيمشي وانا مكمل واداره النادي بتحبني هل انت من المدرسه دي احيانا؟ لا انا عكس كده تماما وانا يمكن واضح يعني بحب حتى المدرب اللي بشتغل معاه طالما بحترمه وبعزه بوضح له الامور حتى قلت له كده يعني فانا لا انا المدرسه الثانيه يعني ودي مدرسه شوبير موجوده وكل واحد مهم في مكانه الفتره في ناس بتحب تبقى على طول كده تشتغل كده تاني او تالت على طول بيبقى مرتاح مع مدير فني وعايز كده يعني لكن انا بعتقد قلت ايه الاهاب لا معلش معاه كابتن ايهاب مبدئيا انا يوم ما اعتزلت قابلته بالصدفه في مكان هنا في زايد قابلته من بالصدفه زمن. يوم ما اعتزلت من 3 سنين يعني قابلته بالصدفه فكلمنا شويه قلت له انا هتجه للتدريب وشايفه بالصدفه يعني ما فيش اتفاق ان احنا نتقابل يعني اتكلمت معاه شويه قعدنا ربع ساعه مع بعض اتكلمنا شويه وبتاع كابتن ايهاب طبعا اسمه وسمعته في الدوري المصري وفي التدريب تخليك تبقى عايز تعرف ايه الدنيا يعني فاتكلمنا مع بعض شويه ونصحني شويه حاجات ولغايه ما جالنا بيراميدز قعدت معاه قلت له ده رفع الحرج وعشان ما يتخدش عني فكره ان انا كده كده قاعد او جهاز بيمشي جهاز بيجي او الكلام ده ما احبش اتحط في الحته دي يعني فقعدت مع كابتن ايهاب قلت له انا يعني شايف ان حضرتك جاي مع جهاز وكده وانا بكتفي بالفتره دي بس انا مفيش حاجه بيني وبينه كده قعدت مع ايهاب عشان كابتن ايهاب انا بحترمه وبحبه وانا شخصي قبل ما يجي بيراميدز يعني فانا برفع الحرج عشان اوصل برضه رساله لكابتن شوبير يعني فبس الراجل قال لا انا عايزك معايا وبتاع قلت له خلاص انا لو مع حضرتك انا يعني في يوم من الايام هبقى مدير فني خلال سنه او سنتين او 3 سنين هبقى مدير فني وحضرتك مدرسه احب اتعلم منها واستفيد منها طبعا قبل ما ابقى بعد كده في المستقبل ان شاء الله فبس يعني عشان تبقى الامور واضحه وترتاح انت حتى في التعامل يعني هو ما بيجاملش في شغله يعني لا خالص ممكن يقول لك انت مالكش مكان عندي كل احترامي ليك لكنك مش هتبقى موجود لا معك. هو شخص محترم شخص محترم ومدرب محترم طبعا طيب بالتاكيد هنتكلم على منتخبنا الوطني لكن التقرير كان عن كاس الرابطه وده بيجرنا لنادي بيراميدز يعني هل راضيين عن مشواركم في الدوري العام حتى هذه اللحظه؟ بدرجة مناسبة احنا يعني عايز اقول لو قارنت بالسنة اللي فاتت شوبير احنا يعني احسن كتير السنة اللي فاتت احنا يمكن خرجنا من المنافسة على البطولة من اول 10 ماتشات مظبوط خسرنا بنقط كتير جدا فاحنا بعدنا فالسنة دي انت من الاول لا انت حتى الماتشين اللي تعادلناهم كنا اقرب للفوز يعني ماتش انبي طبعا مع كامل احترامي لفريق انبي وفريق المصري الماتشين دول كنا اقرب للفوز كنا ممكن نخسر بنقط في ماتشات تانية بس الماتشين دول كان لازم نفوز كنا احنا اقرب يعني بنضيع وبنوصل وتقدمنا
فاحنا الطبيعي بتاعنا كنا دلوقتي نكسب كل الماتشات ده الطبيعي المفروض يعني. بس في الوضع الحالي احنا في المنافسه مع الزمالك والاهلي اللي بنط احنا لسه لنا ماتش والاهلي اعتقد لسه له ماتش فاحنا التواجد مع الناس دي في المنافسه اتمنى ان شاء الله تكمل لاخر سنه وده طموحنا وكل حاجه متوفره في النادي بتقول كده يعني بدايه من اللعيبه والاداره وجهاز فني فكل حاجه بتقول ان احنا ان شاء الله ننافس السنه على حاجه. ليه دايما الناس لما تيجي تقول بطل الدوري يقول لك برضو اهلي وزمالك تقول لهم يا جماعه بيراميدز وحتى البدايه السنه دي بدايه جيده والفريق قادر على المنافسه وقادر على اللقب كل ما بجيب محلل ولا اجيب خبير ولا اجيب ناقد يقول لك كل الاحترام لبيراميدز لكنه مش هيفوز ببطوله الدوري العام. ليه انطباع ده موجود عند الناس وهل ده الشعور ده بيوصل لكم وبيأثر على اللعيبه؟ لا ما بيأثرش بس بعذر الناس لان هم بيتكلموا على التاريخ التاريخ بيقول كده يعني التاريخ بيقول دايما اللي في المنافسه الزمالك والاهلي نعم يمكن عشان السنتين اللي فاتوا كان امكانيات ولاعيبه موجوده كبيره وكل حاجه متوفره في النادي وما خدناش بطوله خلال السنتين اللي فاتوا فيمكن دي خلت الناس برضو تقول كده المنافسه على الدوري هتفضل الزمالك واهلي. الكلام ده ممكن يتغير شويه لما احنا ناخد بطوله السنه دي احنا لسه ما خدناش بطوله الكلام ده هيتغير يعني احنا اللي هنقدر نغيره ان احنا ناخد بطوله السنه دي بس طول ما انت ما خدتش بطوله كتشوبير الناس هتستبعدك نعم بس اول ما تاخد بطوله الكلام هيتغير فاحنا متقبلين خطوه خطوه احنا السنه اللي فاتت كنا قريبين من بطوله السنه اللي قبلها كنا قريبين من بطوله كونفدراليه بالظبط كنا خلاص يعني خطوه وهناخد البطوله يعني نعم لكن ما حصلش نصيب وبنبني كل دي خبرات ما فيش كتشوبير نادي جديد اول ما بتعمله بياخد 50 بطوله نعم. ما فيش كلام يعني ما بتحصلش فاحنا كل اللي اشتغلناه في الدوري المصري 3 سنين فثلاث سنين يعني قبلينا وبعد احنا ما حتى ما رحنا 3 سنين فانا شايف ان ده وقت مش كبير لو خدنا السنه دي بطوله يبقى ده طبيعي يمكن مكافاه للسنتين اللي فاتوا فبنشتغل وبنجتهد كلنا كمنظومه زي ما قلت اداره ولاعيبه واجهزه فنيه السنه دي متفائلين يمكن بدايتنا في دوري كتشوبير زي ما قلت لحضرتك بتخلينا نقول كده اللعبة اللي موجودة الصفقات اللي جات والإضافات اللي جات اللعبة اللي النادي قدر يحافظ عليها كان في كلام كتير على اللعبة انها تمشي وأندية بتكلمها ان النادي يحافظ على اللعبة دي ويجيب إضافات ده بيقول ان النادي في طريقه ان هو ان شاء الله ربنا يكرمه ويحقق اول بطولة يعني.